يسعدنا الترحيب طبعا بالاستوديو معنا بالدكتور فجر الشامي اختصاصي طب وتجميل الاسنان. حياك الله دكتور. حياك الله بارك الله بك. حياك الله. الله يكرمك. موضوع الاسنان يمكن جدا وصحه الفم مهم جدا في موضوع رمضان والصيام. مقلق عند الناس. صحيح. طب بس اسمح لي قبل ما ندخل بهذا الموضوع دكتور، احنا كنا سائلين الناس على الفيسبوك عن موضوع بعد 10 ايام من رمضان كيف همتهم، كيف دخولهم على 10 اللي بعدها، برنامجهم الرمضاني، عباداتهم بشكل عام. بس لو سالتك دكتور انت كطبيب، برنامجك الرمضاني كيف، يومك الرمضاني بيكون؟ يعني غالبا نحن لا نفك عن الناس الذين هجروا من ديارهم وبيوتهم وجلسنا في هذه البلاد الكريمة إن شاء الله عز وجل. فمنذ الصباح يعني أنا أنقل لك نظرة عن ما أراه، يعني منذ الصباح الناس تنتقل إلى أعمالها، يعني رغم الصيام رغم الجوع إن صح التعبير وطول النهار الرمضاني 17 ساعة تقريبا، رغم ذلك الناس في همة ونشاط، وخاصة مرت أيام غيوم يعني الجو بارد كان. صحيح قليلا. صحيح. نعم، فكانت الهمة زايدة والنشاط ما شاء الله يعني أكثر من العشرة الأولى إن شاء الله عز وجل. في مرضى كثر في رمضان دكتور؟ سبحان الله، ولا ما بتخلاش؟ السن يؤلم في يعني ينتقل وقت الملائم يؤلمه. نعم حياك الله المستعان. لو دخلنا الآن على صحة الفم والأسنان تحديدا. نعم. برمضان يمكن بكثر الناس بكثر عندهم الأسئلة عن موضوع أفرش أسناني، استعمال السواك. صحيح. نظافة الفم بتبطل الصيام بتبطلوش، أنتوا كأطباء برضو بتعانوا من هذا الشيء؟ ما في شك بالأمر، لأن احنا إذا جينا نتكلم عن موضوع الأسنان والصيام يعني لا ينفك الموضوع عن ثلاث محاور إن صح التعبير. المحور الأول هو المحور الشرعي، لأنه الصيام أمر تعبدي، فلا بد من ان ما يعني نمارسه في اليوم يكون انه يبطل هذا الصيام او يبقي على صلاحيته. طبعا مش بس المشايخ يعني، اول ما يجي يقول انا اذا بدي اقلع درسي رح افطر دكتور، بقول له لا ما رح تفطر. رح نحط شفاط جراحي يشفط كل الماء مثلا، والابره الابره ما تفطر بهذا الامر. طبعا اول ما المريض يفوت دغري بقول رح افطر، وانا بساله للمريض او المريضه مثلا انه صايب ولا افطر، مزبوط الكلام، مشان انا اخذ راحتي او يعني اتعامل تعامل الاخر. الحين هو المثل عن معجون الاسنان، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وكثر من انه معجون الاسنان لا يفطر في رمضان، ولكن انه الافضل ان لا يبلع او يتحرج انه ما تبلعه، وانه تاجله لبعض الفطور انه لا باس بالامر، ولكن ان فرش اسنانه بالنهار ومعجون الاسنان ما في شك ما ما ما, ما في حرج. أي. لكن الافضل انه يكون بوقت. بالنسبه للمعالجه السنيه، الابر، البنج، القلع، الحشوه مثلا، مهم ما تدخل الجوف. تمام. ما فيها امر. احنا رح نيجي على المعالجه حتى مثلا في شغله كثير كثير حلوه قبل ما ندخل فيها. الامام مالك بيقول يعني اذا كان في فلقه حب بين الاسنان موجوده يعني منذ السحور ودخلت في النهار انه لا تبطل الصيام، بينما الشافعي والحنابل بيقولوا تفطر. سبحان الله. فنحن كان في عنا بحبوحه من الامر، والدين دين يسر ان شاء الله. خلاف امتي رحمه يعني، في كم مره يمكن قيل ان هذا الحديث ضعيف لكن معناه يعني قد يستأنس به. طيب دكتور، لما نيجي على صحه الاسنان والفم في النهار الرمضاني بشكل عام، ان كان نهار في اليوم الرمضاني. نعم. نهار او ليل، شو هل هناك معامله خاصه لازم الانسان يتخذها للي اسنانه واللي فمه خاصه برمضان، ولا هي سيان بين رمضان وغير رمضان؟ حتما هلا نحن في رمضان بصير في ظروف غير طبيعيه بالنسبه للفم، لما يدخل سوائل، لما بيدخل اكل، ما زال نفس يعني انت عم تتنفس امرار من فمك ويصير في جفاف بالفم. صحيح. بيكون في عمل، بيكون في كلام مثل ما نحن هلا عم نحكي، بينشف حدقنا شوي، بياثر هذا على صحه الفم. لا نحن انه هلا صار في وسط غير طبيعي بالفم. طبعا. فانت لازم مثلا منذ الصباح يعني عند السحور انه يكون في تنظيف جيد للاسنان، يعني 3 دقائق لازم ينظف بالفرشاية، مو بس يدهن المعجون بسنانه، يعني فرشي يتأكد أنه ما بقي ولا جزء من الطعام بسنانه أبداً. هذا عند وقت السحور. وقت السحور 3 دقائق مستمرة. أكيد. ثم بنفس المعجون اللي بنوضع على الفرشاية ولا يجدد؟ المعجون نحن كنا نقول من قبل أنه لا يفيد إلا المعمل المنتج، يعني كثرة المعجون لا تجدي فتيلة. الأصل بالفرشات، يعني أنت كمان حتى في عنا يعني خلل تفكير قليل، مثلا أنه يعني أنت تفريش أسنانك غير أسناني، غير أسنانه، غير أسنان اللي بركب تقويم، يعني كل واحد بيعرف بأسنانه شو فيه، يعني هون في حشوة، في جسر، في تلبيسة. تمام. فلازم مثلا هون بدي فرشي أكتر، هون بدي أكد على الأمر. المهم أنه ما يبقي فضلات طعام في فمي يتمضمض كتير، واللي يشتغل بالخيط السني، الخيط السني يعني يخفف النخر السني ل 30% إذا استعمله، يعني استعملوا بحرفيه خلينا نسمي، انه ما يبقي اي طعام ابدا ابدا في الفم. خيط السن المقصود شيء طبي يعني ولا اي خيط؟ بيشتري من الصيدلي اي خيط بيشتغل يفي بالغرض، ويكون انه منمط يعني تقريبا ما يؤذي اللثه يعني. تمام كويس. ف
ثم الامر انه يشرب كميه سوائل لا باس بها، والمسواك يستعمله بعد ام قبل؟ لا لا، لان احنا بنبدا من السحور، تسحر فبفرش اسنانه، شرب كميه سوائل. هلا قمنا نحن قبل اذان الفجر بقليل، فرش اسنانه مزبوط لتاكد مزبوط، مسك الخيط السني، قام كل البقايا باسنانه، تمضمض كذا مره، ثم بالمسواك بمسوك اسنانه بيروح على صلاه الفجر، او بده يصلي مثلا، انه خلص هلا صار في صيام. تماما. هلا في النهار الرمضاني في كثير عند رأي عند الناس أنه ما بيتمضمض لما بده يتوضى، وهذا الأمر لا مانو شرعي، لأنه قال له وبالغ في المضمضة أو الاستنشاق ما لم تكن صائما، الحديث صحيح. يعني إذا كنت صائم في مضمضة، لو كنت صائم تتمضمض ما بتخلي المي يوصل للحلق أو البلعوم أو فبيتمضمض عادي يعني في النهار في الصلوات اللي عم يصليها. وهي المضمضة إلها دور في وقاية الأسنان والفم، غسيل الأسنان وكمية المي اللي بتجي على الأسنان وإفراز اللعاب المرافق لهالأمر، هذا بيخلي إنه شوي تخف تأثيراته. ولكن أريد أن أقول أمر كتير مهم هون، يعني في كتير ناس بيجي بيقولوا لي أنا دكتور يعني كنت حامل أو من نخر أسناني، كنت محاصر النخر أسناني، كنت بالحبس النخر أسناني، بس ولا واحد بيقول لك أنا لأني كنت صايم النخر أسناني، ما في يعني إحصائي بهالأمر أو ما حدثت، لأنه شهر صيام انه يعني بحجه الصيام نخر اسنانه ما في. سبحان الله. فنحن الكلام انه طوال شهر رمضان يجي واحد يقول انا بحجه، لا ابدا ما في احصائيه الامر، ولكن كثر في مثل ما اقول لك انه كان في سجن، كان في حصار، كان في ظروف قاهره، نخر اسنان وارد. نخر الاسنان يكون يعني بعدم التغذيه الصحيحه يعني والطبيعيه، أغلب سببه يعني نحن مثل هلا مجتمعنا هون عايش بمكان يعني في ياكل كثير من الاصناف المتنوعه، ما بعتقد في عنده اي واحد نقص فيتامين، رح يكون نخر الاسنان نتيجه التي التنظيف فقط. تمام. بس فقط. فممكن اذا بدنا نعتبر الصيام ممكن يكون سبب، فانه لما ينقطع عن الطعام، لكن في الليل هو يعني الغسيل بس يعني ما غسيل الاسنان والفم له دور في علاج هذا الشيء. هلا بنجي على العلاجات السنيه، خلينا نحكي شغله إذا استمرنا بس بعد إذنك دكتور في موضوع اليوم، يعني هلا موضوع في النهار أوقات الصلاة المضمضة العادية في الصلاة، هل هذه تكفي ولا أنا لازم خلال نهار رمضان أقوم بفعل شيء معين؟ لا ما في داعي للمعجون الأسنان، لأنه بتصير بده يتفل كتير أو من شان ما يتفوت الطعم، ولا مضمضة بمحلول مع ملح ما يكفي، المضمضة العادية تبع الوضوء. يعني ما في داعي خلينا نسمي المبالغة في أمر بعدين يعني جميل. يعني أنا ما رح يصير عندي نخر، لا تخاف ما رح يصير موضوع، بس انه قصة البخر الفموي يعني انه ريحه الفم اللي بتطلع موضوع رائحه خلوف فم الصائم. ايوه بالضبط. فهي انه نخففها قدر المستطاع بالتفريش الصباحي وبالكذا والمضمضه النهاريه، اما ما في داعي يعني لكثير مبالغه في امر ما له جدوى يعني لاحقا. تمام. اذا المطلوب منا خلال ال 24 ساعه في رمضان وقت السحور وقت الافطار، بالتاكيد بعد الافطار برضه الافطار يعني خلينا نقول شغله عمليه، ما بعد ما تاكل انت افطار رح توقف اكل، رح تفطر، رح بعد شوي تشرب كذا، رح تاكل فواكه، رح يستمر مسلسل الطعام. اي فما رح اقول لك انا والله فرش اسنانك بعد الفطار، لا تفرشي. ولكن هلا انت لما بفتره انه مثلا اكلت وكذا واكلت فواكه وحسيت انه بدك تستريح بعض الشيء، خاصه في اذا كان في فتره طويله فتره ففرش اسنانه معلش قبل التراويح، لا يفضل انه مثلا فرش اسنانك بعد أكيد الصلاه. اكيد هلا بالنسبه للتراويح انت رايح على المسجد او الجامع ولا يصير عندك مثلا ساعه او ساعه ونص ملح في فراغ، فلازم وخاصه بالنسبه للمصلين اذا انت اكل كثير ما شاء الله مواد رمضانيه يعني بيكون عليه اصناف واشكال من الاطعمه كثير، فما في داعي الواحد انه هلا هون قصد دكتور اذا انه انا اذا فرشيت اسناني فانا يفترض بعديها بساعه ونص تقريبا خلينا نحكي امتنع عن الطعام والشراب. لا مع وجوده وراح مفعول المعجون. احنا في عندنا شيء بسميه التنظيف الغريزي، يعني طالما انت عم تاكل وخاصه اذا عم تاكل الياف مثلا خيار خس اي شيء فهذا بيعمل تنظيف غريزي للالياف للاسنان، يعني هي لحالها بتنظفها. جميل. تفاح مثلا لما ياكل تفاح يعني مو ياكلوا يخرطوا هيك قطع صغيره، فهذا بيعمل تنظيف غريزي، الماء بيعمل تنظيف غريزي للاسنان، لذلك في ناس بتلاقي ولو هي مو موضوعنا انه طرف ما بياكل عليه بيكون في نخر اكثر من الطرف اللي بياكل عليه اللي بيستعمله، تلاقي طرف هذا منخور ليش ما بيستعمله. طيب شو فائده يعني تنظيف الاسنان بالفرشاه والمعجون اذا كان الاكل اللي عم ناكله والخضروات والفواكه في مناطق كثير، يعني حتى نحن بالنسبه للسواك سبحان الله هو امر شرعي ولا بد منه، ولكن انا بعتقد يعني لو كان في فرشات على زمن الاول استخدموها لانه هي في مناطق لا تصل للمسواك لانه مستقيم، يعني الفرشات الاسنان والمعجون يغني عن المسواك. لا خلينا نقول نحن بشكل عام نحن بالنسبه للشريعه نؤكد على المسواك ولكن نؤكد على الفرشات ايضا، نؤكد على السواك كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في مواد عفصيه ومواد مضاده للبكتيريا اكثر بكثير من الفرشات، الفرشات مجرثمه بتلاقيها بعد فتره بينما المسواك بتلاقي عقيم خاصه اذا قطع الراس العامل تبعه، فلذلك يعني المناطق اللي جوا مثل درس العقل مثل الاماكن اللي حول التلبيسات ما بيوصلها مثلا المسواك ابدا. تمام. فلا بد من الفرشات الاسنان ولا بد من الشخص اللي عم ينظف اسنانه يعني
بينه وبين نفسه يعني يعرف انه هلا تنظفوا اسنانه 100%، مو شغله يعني انه بس انا بليت اسناني بالمعجون، لا. جميل. انك انت نظفتهم كلهم. طيب قضيه انه انت لازم اصلا في اليوم، من نصائح الاطباء بالعاده بينصحوا انه باليوم الواحد بده يعني ينظف اسنانه بالفرشاه والمعجون مرتين. هذه بما انه على الاقل، على الاقل، بس في رمضان الان عم تحكي لنا بس مره في السنة. لا مرتين كمان، بس نحن عم نقول مو دغري بعد الافطار، في الطعام طول يعني هلا مثلا مو بعد الافطار دغري بدك تفرشي اسنانك، ولكن بعد ما تاكل هالاكلات اللي اكلتها بعد الافطار دغري وشربت العصائر وما بعرف ايش، هلا قبل ما تروح المسجد اذا فرشيت فرشات قويه كويس، اذا بدك تنام قبل السحور كمان لازم تفرشي قبل ما تنام قبل السحور فتره النوم. اها اه يعني هلا نحن يعني الانسان خلينا نسمي طبيب نفسه، هو اللي حيعرف اني هلا الحنان، بجوز انت ما تنام مثلا، انت طول الليل فايق، ف أما اللي بده ينام مثلا يفرش أسنانه وينام على فم نظيف. جميل. يعني العبرة بالوقت اللي أنا بدي أقضيه بدون، خلينا نحكي، أنا أقول العبرة بالإنسان بحد ذاته، يعني كيف الإنسان بيعرف أنه في عنده هذا الجزء من جسمه. طبعا نحن بنعتني كثير بكثير أمور، مثلا بتلاقي بالفم العناية بتكون أقل من غيره. صحيح للأسف. فنحن لا، يعني الجدير بالذكر أنه لازم هالأسنان اللي هي عندك واللي رب العالمين يعني خلق لك إياها لحتى تخليك تساعدك في الحياة. تمام. أنك أنت تحتفظ فيها. تمام. وتعتني فيها. أما أنت بتعرف أنت شو لازم يصير يعني. أما واحد بيهملون 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 بعدين بيجي بيقولنا شوفوا شو بدي اشتغل، فنحن يعني طبعا نشتغل، بس في شغلة أخرى، الناس اللي بيكون عندها زيركون، اللي بيكون عندها تلبيس، اللي بيكون عندها جهاز تقويم، بده يعني تدقيق أكثر بالتفريش عن الإنسان اللي ما في شيء بتمه يعني، أو حشوات بسيطة. يعني بيكون في وسط غير طبيعي بالفم، فبده عناية أزود شوي. هي القصة. وهو بيكون بالتنسيق، خلينا نحكي مع طبيبه أدرى بكيف يتعامل مع الحالة هاي في مؤتمر. بس يعني لابد نحن خلينا نسمي شغلة، إذا يعني بدنا نقول رسالة، رغم إنه نحن في عنا جراحة كتير ومقاس كتير في ظل الوضع الراهن، بس ولا بد بنقول إنه لازم نعطي شوي اهتمام أكثر بسناننا من قبل. خلينا نقول هيك يعني، إذا بدنا نستفيد اليوم من الحلقة مثلا أو شيء، إني أنا اللي عم بسمع الحلقة إني بكرة زيد هالعناية الفموية أكثر من امبارح. جميل. مثل ما أنت عم تقول إنه في نشاط، هلا بدي أقرأ قرآن، بدي أروح على المسجد، بدي، ورغم ذلك مثلا خليني أنا اليوم بلش إني أنا رح زيد هالتنظيف الأسنان. ترى ننويها جزء منه لله عز وجل، بنسبة لها بتصير عبادة هون يعني. قبل كم حلقة كان في حديث عنا عن موضوع النية وكيف نحول بالنية نحول عادة إلى عبادة. إذا نتفق دكتور قبل ما ندخل على موضوع المعالجات السنية، إنه إحنا عندنا شغلتين بدنا نستمر عليهم، موضوع تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون على الأقل مرتين في اليوم. صحيح. وهذه العملية مش أقل من 3 دقائق. خيط السن والخيط والمضمضة. جميل. والمضمضة هذه المضمضة موجودة طبعا في بالليل، فيك تتمضمض بالمحاليل الموجودة بالصيدليات، بالمي والملح، بالخل، تعمل ثلث خل، ثلثين مي خل تفاح. بالوضع الطبيعي هذا ولا إذا بيعاني من مشكلة؟ لا لا لا، الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي. تمام. في شيء أنا معلش بجوز وقت ما في، بس في عنا لوحة جرثومية تكون على السن، لما يجي الأكل أو السكريات يعني تقعد فوق وما يكون في تنظيف، بعد فترة بتصير حمض، بتخرش الميناء وبتعمل هالنخر السك. جميل. طب بالنسبة للمعالجات السنية الآن، هل يعني البعض يعني بيخشى ويحاول يتحاشى إنه يعالج أسنانه في شهر رمضان المبارك؟ هل هذا إله فعلا تخريج صحي أو طبي؟ هلا يعني ما في شك، هلا بالنسبة في إجهاد للمريض إنه ما يبلع شيء، وجهاد للطبيب انه يشتغل برفق مع المريض. طبعا لابد ما يكون المريض انه في، اذا مو المريض خلينا نسمي الشخص الطبيعي، انه قبل رمضان بشوي زبط اسنانه، برمضان اذا اضطر لعمل سني ما في مانع يعني يشتغله، وامر شرعي ما في، ما بيضر يعني. تمام. حتى يعني انه ما في حرج بالصيام اذا انت اشتغلت، ولو يعني حتى في احد المشايخ انه لو دخل قليل من البلعوم يعني انه بس انت انه متحذر ما بدك يدخل شيء، بس إنه ما بيأثر. ولكن في عنا معالجات سنية كل يوم عم نقوم فيها، يعني اليوم مثلا في عنا يعني جراحة لدرس عقل خلينا نسميها الصبح مثلا، أنا عملها لأحد الأخوات مثلا، وفي نهار رمضان يعني، بس إنه ما خلي شيء يدخل داخل الفم أبدا، يعني منشيل الدرس منشفط الدم 100%، وأمرار منحط في شيء بسموه حاجز مطاطي، بنضعه حاجز مطاطي بس بيحفظ السن، بخليه بس هو ينشغل. جميل. ما في شيء جوه. جميل. لكن في نصائح معينه بهذا الاتجاه، يعني هل الافضل مثلا انه انا اذا بدي اعالج سني اذهب للطبيب ليلا او نهارا، او الافضل ليلا مثلا في رمضان؟ اذا كان في بحبوحه من الامر والوقت والجهد انه يروح ليلا ما في شك، اما اذا كان انه مضطر ما في مشكله يعني احنا خلينا نسمي الاولى او الاريح انك انت تروح المساء تكون مفطر ويشتغل الطبيب على راحته. إذا كان بيتك بعيد أو في مشكلة، في ازدحام، في حرج ما، في ألم شديد بنص النهار، لا دغري ساوي. لكن لا يؤجل لبعد رمضان. لكن أنا بما إنه صايم لا خليها بعالج بعد رمضان. أي صح، ما في داعي، لا يعني الأمر لأنه بعد رمضان بيتطور. تمام. يعني بيكون سن ما بده يوصل العصب يوصل العصب، بيكون ما بده ألع بصير بده ألع، يكون ما في خراج بصير بده خراج، في خراج. فنعالج الأمور من بدايتها بيكون أفضل. نعم. هل في نصائح سريعة هيك ممكن نختم فيها دكتور لقائنا؟
الله يبارك فيك والاخوه الطيبين. احنا بس خلينا نسمي شغله يعني مثل ما حكينا انه نهتم قليلا بالاسنان، وبنفس الوقت انه يعني اللي انت بتشتغله بتلاقيه يعني باي شغله، بس بالاسنان بالذات يعني فرشي اكثر بتلاقي انه نظفوا اكثر، نظفون اكثر بالنسبه للرائحه، بالنسبه للنخر، بالنسبه للونهم، بالنسبه لبريقهم، كل شيء هذا الامر يعني اللي بتشتغله بتلاقيه حتما ما في شك. ونحن يعني انه الواحد مثلا من وقته في النهار اذا قلنا مرتين ثلاث دقائق بثلاث دقائق يعني ست دقائق بالنهار يعني ما بيضروا اي شخص. صحيح، ست دقائق يعني انه هي الست دقائق مخصصين رح ينعكسوا على صحته بالاخر وحياته. صحيح، الله يكرمك دكتور فجر الشامي، الله يبارك فيك، اختصاصي طب وتجميل الاسنان. كل الشكر لك دكتور، الله، اهلا وسهلا، الله يبارك فيك.